واخر رقم معانا هو اطول سلسله عدم هزيمه في تاريخ قمه الدوري، واللي استمرت 16 مباراه بلا هزيمه للاهلي من وقت الهزيمه او هزيمه البدلاء 2-0 في نهايه موسم 2006-2007 وحتى الهزيمه في نهايه موسم 2017-2018 2-1، والهزيمتين كانوا تحصيل حاصل بعد ما الاهلي فاز بالدوري. يعني كل الارقام اهلي اهلي كده، مفيش رقم للزمالك ورقم للاسماعيلي؟ لا طبعا، في الزمالك اكتر فريق في مصر اخذ المركز الثاني في الدوري.